الو الو ايوه ايوه مساء الخير. يا مساء الخير يا مساء الخير، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. عندك حلم زي الاحلام زي الافلام قصدي؟ كان عندي طبعا احلام كتير. كان عندك طبعا وامر الله نفذ بقى ولا ايه؟ ولا عمل ولا حققت؟ والله لغايه دلوقتي ما حققتش، بس طبعا ربنا كبير واكيد الواحد هيحقق في يوم من الايام. طبعا طبعا لازم، لو انت مصدق هيحصل، لو مش مصدق خلصنا. اكيد اكيد طبعا. والواحد اهو بيمشي ورا الحلم لما يشوف بالظبط خير. يا مسهل يا رب. طب ما تحكي لي كده وناخد بايدك واقول لك ها يتحقق ولا ايه النظام؟ والله انا واحد من الناس بحب العربيات قوي. كنت نفسي اعمل حاجه حلوه قوي في العربيات، اعدل العربيات، اعمل حاجات، اعدل مواتير عربيات، اعمل حاجه كويسه. لغايه دلوقتي ما الحلم ما جاء يعني ما تحققش معايا. كنت اتمنى ان مثلا بره بقى ممكن شركات تتبناك، واخد بالك، وتبتدي تكبر لك الحلم وتساعدك وي وي وي. لغايه دلوقتي هنا ما فيش اي حاجه من دي. فهو الواحد بيحاول وربنا سهل. تتبناك من منطلق انك انت مهندس سيارات، تجدد، تطور، تعدل في التعديل بتاعك، يعني في حاجات بتساعدك، واخد بالك، اللي هو تشوف انت مثلا عندك هوايتك ايه في كذا، تبتدي تنمي لك الحاجه دي لما توصلك لحاجه معينه عشان تنجح. هنا للاسف لسه شويه يعني، فاهم؟ مش الواحد بيقول بيعمل ويقول يا رب يا رب. طب اسالك سؤال، اتفضل. ما جبتش عربيه ليه واشتغلت عليه وعملت ده لوحدك؟ عملت. وايه اللي حصل؟ مفيش. رحت ان انا اقدم المشروع بتاعي، ان انا عملت حاجه وعايز يعني ان انا يبقى الفكره دي بتاعتي انا. لقيت ان مفيش حد هنا يعني ولا حد بيقول لك انت بتعمل ايه يعني، واخد بالك. عدلت مواتير وي 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 ورحت اقدمها، لقيت ان مفيش حد مهتم بالحكايه دي. طب ما اشتغلتش ليه؟ رياضه الطيارات دي من اغلى رياضات العالم، وعايز اقول لك احنا شعب بيحب العربيات، وشعب يعني أكيد. الشباب عنده أكيد. مهتم يعني بحته بالضبط. انك العربيه بس للاسف ان لغايه النهارده مفيش شركه معينه مهتمه بالشباب او مهتمه بالتفكير بتاع كتعديل العربيه. والله بص انا عايز اقول لك ان حلمك بسيط وسهل، وفي ايدك ان انت اللي تشتغل عليه، مش محتاج اي حاجه مع اي حد. ما انا بحاول بقى مع نفسي، اللي هو بحاول ان اعمل حاجه ليا انا وخلاص. والله عرفت ان انا احقق ان الحاجه دي تبقى كويسه وابتدي انميها، تمام، ما مش كده خلاص بحققها ليا انا، انا بتبسط وخلاص يعني. طب بقول لك ايه، انت عربيتك هل انت عدلت فيها ولا لا؟ عدلت فيها طبعا، عدلت فيها فروم ايت من كل حاجه. كل حاجه، كل حاجه في العربيه عدلتها، ورحت للناس فعلا بتوع تعديلات. عدلت كل حاجه زي مقال الكتاب وحاجات بروفيشنال كويسه جدا، بس للاسف لقيت ان هنا في مصر ما عندكش شركه تتبناك. انت ما لقيتش حد لما شاف عربيتك بعد ما اتعدلت وتعمل فيها كل ده قال لك يا حلوه قوي العربيه دي انا عايز افضل؟ طبعا ناس كتيره جدا 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 مع يعني كانوا ازاي انت عملت كده يعني ازاي وصلت لكده. طب انت تفسر ده بايه؟ افصل ده بان ما فيش حد بيبقى مهتم بحاجه يعني. المفروض الشباب في يعني بره بتلاقي ان في عندك ناس بتنمي الحاجات دي. هنا ما فيش حد بيعمل الحاجه دي، ودي خساره، لان في شباب عندنا هنا في مصر كويسين جدا، عندهم افكار كويسه جدا جدا جدا. المفروض ان الافكار دي هتعمل بني ادم بعد كده، هتعمل حاجه طفره، بس ما حدش مهتم بيها. يعني انت شايف ان مثلا حظك وحش؟ لا والله مش مساله حظ. يعني انت مش بتؤمن بالحكايه دي؟ لا 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 لسبب. لان انا عملت حاجه ونجحت فيها وانا عارف ان انا نجحت فيها. فدي مش مساله حظ، دي مساله ان انا اجتهدت في حاجه اتعلمت فيها كويس جدا ووصلت لدرجه فيها كويسه جدا. صح. بس لقيت ان مفيش حد مساعدني فيها يعني. وهيحصل. خلاص بقى انا بتمنى يا رب يا رب يا رب يا رب باذن الله. نورتني يا رب ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. اكبر يعني مركز تطوير سيارات في يا رب يا رب يا رب يا فندم. ميرسي لحضرتك. ميرسي لحضرتك. مع السلامه.